يعني تدريجيا تدريجيا وصلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ماشي إلى الأمن فقط، رحنا أحسن من كل البلدان العربية، احنا أحسن من كل البلدان العربية. المغرب راه عندهم الريف، راهم حاصين في الريف. تونس شفتوها، قذافي الله يرحمه، الله يرحمه ويساري، الله يرحمه ويساري. مصر، وهذه انتم اصحاب الفيسبوك، عيطوا مع الفيسبوك، هذه نكته كانوا يحكيوها في 2011. تلقى سين العابدين، قذافي كان قالبه، وعسني مبارك يسألوا قنتوا شو قال لك انقلاب؟ سين العابدين قالوا داروا تفضوا عليا ورات، قذافي قالوا ساركوزي لعبها لي هذا ورات، قالوا انت حسني، قالوا من الفيسبوك، قال من الفيسبوك هو اللي طيحني، انتم اصحاب الفيسبوك نتكلموا من بعد على الفيسبوك. شي موقف العالم العربي، سوريا، اليمن، ما نتكلموش عليها. العراق كنا مشينا احنا كاطباء انذاك مرتين للعراق، القصف يضرب واحنا موجودين بغداد. المخطط، المخطط اللي كان خمس دول اولا نتاع جبهه الصمود من بعد كون ديفيد، ما هما الخمس دول؟ العراق، اليمن، سوريا، ليبيا، والجزائر. بومدين الله يرحمه ويوسعه عليه ضربوهم بربعه، كسروهم بربعه، كسروا الدول، قتلوا الرؤساء تاعهم. صدام حسين الله يرحمه ويوسعه عليه، خلينا نقول اليوم العيد، عيد الاضحى، باش تشوف البغض تاع الصهاينه وتاع الاستعمار. كل هذا عشناه في هذه المرحلة هذا. ولكن الجزائر هذا ما يسمى الخريب العربي، مش الربيع العربي، هذا اللي خلقوه تاع الربيع العربي باش يحطموا كل الدول العربية كان الدول الإسلامية اللي راهم شادينهم عايشين بالأكسجين تاعهم، تحبس الأكسجين ما يبقاوش. ولكن الجزائر حاولوا، حاولوا في 2011 قضية الزيت والسكري، نيا وخياب تخلى معلم السي عبد العزيز بوتفليقة باب حل المشكل في يومين، قتلناها اون تيي سا دون لاف، لحد الآن ما قدروش. هذه الأيام راه أبواق تاع تهديد ما تهديد، لكن الحمد لله شفتوا التلفازه البارح، شفتوها البارح، شفتوا الجيش ارقاز